وللحديث أكثر عن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله أستاذ يونس، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله دكتور. استضافت عمان اليوم قمة بغداد الثانية والتي تأتي في ظل أوضاع صعبة إقليميا ودوليا، كيف تابعتم تلك القمة ومخرجاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ يونس. الحقيقة هو الملاحظة عن هذه القمة وهو العنوان الرئيسي لهذه القمة ربما أنها ولدت ميتة، والسبب في ذلك كما أرى أن اسمها قمة بغداد ولم تعقد في العراق ولا في بغداد، وعقدت في الأردن، وهذا يعني أن كل الدول المشاركة في هذه القمة ليست لديهم ثقة بالوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في البلد. هم يعرفون جيدا أن وجودهم داخل العراق محفوف بالمخاطر، لذلك اختاروا الأردن. فمن البداية عقد مؤتمر باسم بغداد لدعم حكومة بغداد في بلد آخر يعني ما يعنيه، ويعني أن المؤتمر فاشل من البداية، لأن كل الخطابات التي قيلت ومن ضمنها البيان الختامي الذي قيل في المؤتمر كانت تتحدث بلهجة إيجابية لا تمثل قرار الدول التي شاركت في المؤتمر. الدول التي شاركت في المؤتمر لم تقبل الحضور إلى بغداد وإلى العراق خوفا على نفسها، لأنها تعرف أن الحكومة من شكلها هو الإطار التنسيقي وهو عبارة عن ميليشيات تابعة لإيران. إيران من شكلت هذه الحكومة بشكل واضح جدا. نعم. وهناك فوضى سياسية، هناك فوضى أمنية، هناك فوضى اقتصادية، لم ترد أن تورط نفسها. وبعد قمة سابقة بغداد واحد التي عقدت في آب العام الماضي 2021 وكانت فاشلة أيضا وميتة، تثبت هذه القمة، يثبت هذا العنوان قمة بغداد انها فعلا قمه. نعم. ميته لا تحتاج الى يعني كثير من الجهد. نعم. لبيان هذا الوضع. نعم. كان واضحا دكتور ان كل طرف في قمه اليوم بحث عن حل ازماته وتسيير القمه وفقا لمصالحه، هل يمكن جمع متناقضات بجمع اطرافها على طاوله واحده؟ لاحظ استاذ يونس، قبل يعني دعني اقول لك قبل بدايه القمه بيوم واحد ربما محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء الحالي صرح قال بالنص، قال نحن يعني هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة لعرض أولوياتنا الاقتصادية والخدمية والمشروع الذي نتمناه في التكامل مع دول المنطقة في الجانب الخدمي وفي الشراكة الاقتصادية. والسؤال الذي يطرح نفسه عندما يعني يطرح محمد السوداني رؤيته للمؤتمر، ماذا يريد من المؤتمر؟ السؤال الذي يطرح نفسه الذي يتحدث عن التكامل مع دول المنطقة أو التكامل مع شيء، يجب أن يكون لديه يعني أولويات لتماثل معين مع الملفات الأخرى في هذه الدول، بمعنى أنه يحتاج إلى وجود سياسة متقاربة مع الدول الأخرى، يحتاج إلى وضع اقتصادي متقارب مع الآخرين، يحتاج إلى وضع تعليمي وضع خدمي متقارب مع الآخرين، وضع علمي وتكنولوجي واجتماعي وسياسي وثبات وأمني متقارب مع الآخرين. هذا غير متوفر في العراق. إذا من البداية رؤية محمد الشياع السوداني للتعبير عن قمة بغداد هي رؤية قاصرة لا تمثل شيئا. النقطة الأخرى التي قالها، قال نريد يعني تعايش سلمي والتأكيد على دور العراق في الريادة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة. العراق يعيش اليوم كأنه جزر منفصلة عن بعضها لا حوار بينها، وإذا ما كان حوار يجري بين هذه الجزر المتباعدة فهو حوار قرشان مثل ما يقال. هناك خلافات كبيرة، أن تحل مشاكلك الداخلية قبل أن تتولى مهمة ساعي بريد بين هذا الطرف أو ذاك، وهو يقصد إيران وأمريكا ومنطقة الخليج. وهذه لعبة لعبوها كثيرا وفشلت ولا تعني شيئا بالنسبة للعراق. هذا جزء من عدها. فرنسا التي رعت هذا المؤتمر، يعني دائما ما كنا نعرف
والمبتدئ بالسياسة يعرف أن المنطقة وخاصة العراق يعني لا تأثير لفرنسا فيها، العراق مملوك أمريكيا وإيرانيا، والمنطقة كلها بما فيها كل المنطقة الوجود الفرنسي التأثير الفرنسي قليل جدا جدا. إذا فرنسا إما تكون قد عقدت هذا المؤتمر بخلاف الرغبة الأمريكية أو بالتفاهم مع أمريكا لأغراض معينة، وأعتقد أن كل الغاية من هذا بوجود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وخاصة الاتحاد الأوروبي ومنسقي الاتحاد الأوروبي يريدون أن يقنعوا، ووجود إيران يريدون أن يقنعوا إيران بالموافقة على 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 الملف النووي، على المفاوضات النووية، ويسوقوا إيران لمنطقة الخليج لكي يقنعوا الخليج أن إيران ممكن أن تكون جارة مسالمة ويقبلوا بوضعها الحالي. هذا كل الذي جرى. أما الحديث عن دعم العراق ودعم العملية السياسية، هم يعرفون عملية سياسية مشكلة بموجب محاصصات طائفية وعرقية وخراب ودمار وفساد، والعراق من أسوأ البلدان، واقتصاده بفوضى وسياسته بفوضى، ولا يمكن أن وديون كثيرة ومشاكل كثيرة، ولا يمكن للعراق أن يخرج من هذه الدائرة إلا إذا تغير النظام، إلا تغير الشكل كامل، وفي كل يوم تخرج عليه تظاهرات كبيرة وقتل واعتقالات وميليشيات مسيطرة وإيران مسيطرة، فبالتالي هذا النظام في العراق يعرفون شكله. أما هذه الخطابات العاطفية أو هذه الخطابات الكاذبة التي سمعناها في المؤتمر، لا أعتقد أنها تساوي شيئاً أو تساوي حتى الحبر الذي كتبت به. نعم. طيب دكتور، على الطاولة أيضاً طرح اليوم ملف مكافحة الإرهاب. طبعاً هذا الملف طرح في حضور إيران وحضور رئيس الحكومة في العراق الذي جاءت به الميليشيات الولائية. هل يمكن الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق في ظل استمرار إيران بسياساتها في المنطقة؟ ما هو واحد ربما أستاذ يونس، واحد من المفارقات أو التناقضات الكبيرة اللي يحملها مثل هذا المؤتمر، هو يتحدث عن الإرهاب وأطراف موجودة جالسة في هذا المؤتمر تصفها كثير من الدول بأنها إرهابية، وأولها إيران. نعم. إيران تستخدم الإرهاب ضد العراق وضد المنطقة، وإرهاب وابتزاز في كل المنطقة، استخدمته في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق، ولحد الآن هي تقصف العراق ومتغولة في العراق، وميليشياتها تعبث، وميليشيات هي من أقامة الحكومة، هذا كله جزء من الإرهاب، وتتعامل مع الشعب العراقي بإرهاب، لأن هذه الميليشيات هي أدواتها، وهي من تتعامل معه. قتلت في ثورة تشرين أكثر من 1000 شاب واعتقلت أكثر من 30,000، فبالتالي أدوات إرهابية وحكومة بالمحصلة إذا ما حللنا للإرهاب وتعريفها الدقيق والحقيقي، سنجد أن هذه الحكومة وكل شركائها، كل من يرعونها في الداخل بما فيهم أمريكا، هم جزء من الإرهاب. فكيف تحارب الإرهاب وأنت يعني تتحدث مع أطراف إرهابية؟ يعني أمريكا تصف والدول كثيرة وأوروبا تصف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، وهذه المنظمة الإرهابية هي من تقود الميليشيات التي تحكم العراق والتي أسست الحكومة، وهي من ترعاها وهي من تحميها. فبالتالي أنت تتحدث عن قضية غريبة عجيبة، تكويناتها متناقضة لا يمكن القبول بها، ومن فترة هم طويلة من عام 2017 أعلنوا القضاء على الإرهاب والقضاء على داعش وانتهت قضية الإرهاب، الآن يعيدون إحياء الإرهاب كل ما احتاجوا إليه. يعني هذه الفزاعة، هذه التي يعلقون عليها كل أخطائهم، شماعة التي يعلقون عليها أخطائهم، هي الإرهاب. يأتون بالإرهاب ويستحضرونه في كل ساعة ولا ندري من أين يأتي، لكي يعطيهم وقتا أطول، لكي يشتروا وقتا أطول للبقاء على هذه الكراسي باعتباره حماة للأمن ضد الإرهاب. هذا واقع الحال. نعم. طيب دكتور، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أن القمة تشكل فرصة لتحريك المباحثات بشأن إحياء الملف النووي في الوقت الذي لا تبذل إيران جهد لطمأنة جيرانها العرب ولكي تقوم ببحث هذا الملف. هو هذا واقع الحال، هذا الذي أشرت إليه أستاذ يونس في البداية، قلت أنه فرنسا عندما تعقد هكذا مؤتمر، وفرنسا لها علاقات مع النظام الإيراني، علاقات كبيرة اقتصادية وسياسية وتحت الطاولة كثير،
وهي تريد أن تسوق للنظام الإيراني بطريقة أو بأخرى، وتريد أن تمضي بالملف النووي إلى الموافقة وإلى القبول وإلى إقناع الآخرين بأن الوجود الإيراني وجود طبيعي في هذه المنطقة بهذا الشكل المتغول، وتريد أن تقنع دول الخليج أن لا خطر عليهم من الوجود الإيراني، وهم يستشعرون بهذا الخطر في كل لحظة، هذه الميليشيات في كل مكان وإيران تهدد في كل مكان. وبالتالي القضية ذهبت إلى محاولة إقناع إيران بتقديم ما يمكن أن تقبل به أمريكا في خصوص الملف النووي، وينتهي القضية. وأما العرب، أما الدول الخليج سيكون عليهم مواجهة واقع حال، إذا ما وافقت أمريكا وإذا ما وقعت فهم يعني غير معنيين، هكذا تراهم أمريكا وهكذا تراهم أوروبا، وبالتالي عليهم أن يقتنعوا مجبرين على هذا الوضع ويدافع عن نفسهم بالطريقة التي يرونها أو يتقبلون الوضع في العراق. وهذا جزء من التناقض الغريب العجيب، يعني كل دول المنطقة تعرف أنه إيران عدو للمنطقة، وإيران تمزق العراق، وإيران من تسيطر على العراق، لكنهم يتعاملون مع العراق واللي حكومته ميليشياوية والتي أقامت الميليشيات واللي تابعة لإيران يتعاملون معها بطريقة غريبة عجيبة. ترى كل الخطابات بالتأييد والدعم لهذه الحكومة، وهم يعرفون أن هذه الحكومة منشأة من قبل إيران ولديهم خصومة مع إيران وإيران تهددهم ليل نهار. هذا الموضوع فيه التباس كبير، فيه مصيبة كبيرة لا يمكن فهمها ولا يمكن يعني لا تبلع. نعم. الحقيقة يعني لا يمكن هضمها أو حتى بلعها. كيف يمكن هذا الموضوع؟ إما أن تكون واضحا في سياستك وتحافظ على أمن واستقرار بلدك، أو تمضي إلى الموافقة على كل شيء وليكن ما يكون. هذا الوضع لا يمكن قبوله. فبالتالي ما يتحدث به وزير الخارجية الإيراني هو جزء من محاولة تسويق أنفسهم على أنهم ليسوا بالشكل الذي يراهم العالم به، وهم جزء من الإرهاب، جزء من الابتزاز، جزء من التمدد، جزء من التغول، لديهم سياسة توسعية تستهدف المنطقة كلها، والعراق منصة كبيرة ينطلقون منها لإرهاب الآخرين، لإرغام الآخرين على القبول بسياساته. نعم. أشكرك جزيلا دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا لك.